السائل هل الأفضل قراءة القرآن في المسجد أم في البيت؟ كله ولله الحمد كله خير، ولكن قراءته في المسجد أفضل اقتداء بالسلف، لأن السلف كانوا يحضرون في المساجد ويحضرون المصاحف ويقرؤون القرآن في المساجد ويقولون نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، لأن الذي يجلس في المسجد يكون عليه السكينة وعليه الطمأنينة ويبتعد عن أشغال الدنيا ولا يغتاب أحدا، لأن إذا جلس في بيته ربما يأتي هذا وهذا ويشتغلون بعض الناس، فلان كذا فلان قصير طويل فلان بخيل إلى آخره. إذا جلس في المسجد لا يأتي أحد إلا الغيبة، لأنه يعلم أنه ما جاء للمسجد إلا ليتفرغ للعبادة. نعم.